بداية كده من شركة مايكروسوفت اللي نظمت قمة المرأة في التكنولوجيا، وده في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. حضر القمة نخبة من الوزراء على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. كمان شارك في القمة عدد كبير من سيدات مصر اللي بيشتغلوا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنهم المهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، الأستاذة مروة عباس مدير عام اي بي ام مصر، بالإضافة لمشاركة واسعة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وقطاع الأعمال. في القمة وزير الاتصالات أكد أن الوزارة أطلقت عدد من المبادرات والبرامج لدعم وتمكين المرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكمان طبعا كان في وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة، ومنها مثلا مبادرة قدوتك وهي رائدة. الوزير كمان قال أن نسبة السيدات العاملات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصل تقريبا إلى 40%، وأن السيدات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيشكلوا الأغلبية من المناصب القيادية. كاميرتنا كانت في البرنامج وحاضرة في القمة وعملت لقاءات سريعة مع بعض السيدات المشاركات في القمة. تعالوا نشوف مع بعض. لتعزيز دور المرأة من أجل الابتكار في قطاع التكنولوجيا والمساهمة في جميع الخطط التنموية للدولة، أطلقت مايكروسوفت قمة شهدت عدداً من الفعاليات التي تستهدف تزويد المرأة المصرية بالمهارات التكنولوجية والعلمية لدمجهن بشكل أكبر في سوق العمل. وجاءت قمة مايكروسوفت بالتزامن مع احتفالات مصر باليوم العالمي للمرأة. احنا من خلال مؤتمرات زي اللي بتنعقد النهارده، الحقيقه حابين نشجع كل مرأة وكل فتاة انها تكمل في مشوارها. بنديها تحية اجلال وتقدير لكل مرأة بتحاول انها تدخل في سوق العمل رغم التحديات والصعوبات. واكد المشاركون في القمة على الدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه التكنولوجيا في بناء قدرات الافراد بشكل عام والنساء بشكل خاص، خاصة وأن رؤية الدولة المصرية 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق يركزان على تعزيز تمكين المرأة وإتاحة الفرص لجميع الفئات من أجل بناء الإنسان المصري وتحقيق أجندة تنموية محورها المواطن. المؤتمر النهاردة مهم قوي، مؤتمر مهم لأن إحنا عالم التكنولوجيا بقى هو كل حاجة في حياتنا. خلاص بعد كوفيد وقبل كوفيد كل اللي بنسميه future of work اتغير، إنه بقى بيلف حوالين التكنولوجي، والتكنولوجي رايحة فين محدش يقدر يهرب منها. ده مع أهمية المرأة وأهمية المرأة في كل حاجة في حياتنا بتخلي إن أي مجال تدخل فيه دايما ناجح. هي المؤتمرات بتكون وسيلة تسلط الضوء على أهمية دور المرأة، ويمكن تجذب الدعم أكثر من جميع المشاركين أو الستيك هولدرز اللي موجودين بالإيكو سيستم يلي بيدعم المرأة. وأكد المسؤولون في مايكروسوفت وغيرها من شركات التكنولوجيا العالمية التي تعمل في مصر على رؤية شركاتهم في استكشاف جميع الفرص التي توفرها صناعة تكنولوجيا المعلومات للمرأة في مصر. المرأة محتاجة يبقى عندها ثقة بالنفس، يبقى عندها اعتزاز بكل المهام اللي هي مفروض بتكون بتأديها سواء في البيت أو في شغلها، أو لأن دي جزء لا يتجزأ من شخصيتها وطول عمرها هتفضل تعملها. احنا أطلقنا برنامج عاملة شغل، هناخد 600 فتاة من حديث التخرج وهنبتدي نمرنهم على قطاعات كلها رجالة زي البيع وخطوط الإمداد، وإن شاء الله هنوصل لـ50 سيدة أو فتاة هنعينهم عندنا، وتبقى دي بداية المشوار، لأن دي هتوسع الرقعة جدا. وإن شاء الله أنا متأكد إنه لما نوفر للمرأة المناخ المظبوط هتنجح نجاح باهر في المجالات دي. شهدت القمة عددا من الجلسات شارك فيها قيادات من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، في مقدمتهم وزراء الاتصالات والتعاون الدولي والبيئة وآخرين.